آه يا دماغي يا دماغي يعني يا دماغي يا دماغي آه 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 يعني يعني يا بيمه مالك يا بالحاج عوض؟ صداع صداع ياضي يا عوضونا هيفرتك نافوخي. لا ألف سلامة عليك. طب ألف لك سجارة ولا أعمل لك حجر معسل؟ سجارة إيه ومعسل إيه يا بجر؟ أنت بقول لك أنا مصدع. ولازمتها إيه الشتايم طيب؟ عشان أنت في إيه ده؟ هو فيه إيه؟ ايه حصل لك ايه؟ الصداع راح. كيف يعني؟ ما عارفش، بس اول ما شتمتك حسيت ان في حاجه نورت في دماغي والصداع راح. معقول الشتام بتخفف الوجع؟ تصدق ياد ممكن، ويبقى دي احنا اول ناس اكتشفنا الاختراع ده. طب ينفع اجرب؟ تجرب؟ تجرب ايه يا اخوي؟ لا اصلا انا حاسس بمغص في بطني من ساعه ما اكلت شويه اللب دول، فبقول اجرب يعني اشتمك يمكن يروح. تشتمني؟ تشتمني قوم قفت عليك. ايه يا حد في ايه؟ المحبه حالي ابني وداني البحبحاني. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن أنت تفتكر مرة أنك ركبت جنب سواق ميكروباص وفي حد زنق عليه أو رخم عليه، لقيت فجأة ردة فعل السواق إنه شتمه. ما سألتش نفسك ليه ردة فعله كانت السب والشتم؟ هتقول لي الموضوع له علاقة بالأخلاق. طب هل ممكن يكون الموضوع خطير وإحنا مش واخدين بالنا؟ في سنة 1984 واحدة اسمها ديانا فان لانكر، ودي عالمة لغات عصبية، شافت ظاهرة غريبة جدا إن في واحد مزارع من داكوتا الشمالية ما بيقدرش يتكلم بسبب السكتة الدماغية، ودي حالة بيسموها الأطباء فقدان القدرة على الكلام. وعلى الرغم من إنه مش قادر ينطق ولا كلمة، حتى لما حاولت تسأله النهاردة إيه في الأسبوع كانت طريقة نطقه للكلام صعبة جدا. وطبعا ده الطبيعي لمرضى فقدان القدرة على الكلام. لكن وهم قاعدين بيشربوا الشاي كلام جاب كلام، دخلوا في الكلام السياسي هي وبعض الناس اللي موجودين حول المريض اللي قلنا عنه من شوية. وأول ما جابوا سيرة رئيس الولاية وقتها، قدر المزارع ده إن هو ينطق بانتقادات سياسية من خلال نطق كلمات معروفة عندهم، وطبعا معروفة عندنا احنا كمان زي A7A. اتعجبت ديانا من اللي شافته وسمعته من الراجل، فحبت تكرر الموضوع تاني. لكن بعد شوية وبعد كام ساعة عدت من جنبه وبدأت تهمس في ودنه وتقول له رونالد ويلسون، وده رئيس الولاية وقتها على سبيل المزاح وكده. لكن الغريب الراجل أول ما سمع اسمه اتفاعل معاها وقال كلمة عيبة، وفضلت الظاهرة دي لقرون محدش عمل عنها أي دراسة. وليه؟ إن مريض فقد الكلام عنده القدرة إن هو ينطق بالكلام البذيء بس. وصل الخبر لاحد الاطباء المعروفين زي الحاج عوض كده، لكن ده اسمه بول بروكا، وده طبيب معروف بابحاثه سنه 1861. بروكا عرف ان في مريض عنده القدره على الشتايم برغم ان عنده فقدان القدره الانتاجيه للحروف اللغويه، في حين ان الشتم بيلعب دور كبير في الحياه بشكل عام، وده بالنسبه لبعض الناس نعرفهم يعني، وما يعرفوش يتكلموا كلمتين على بعض الا ولازم يدخلوا ما بينهم مسبه او انتقاص للطرف الاخر. لكن الظاهره دي كانت بطيئه في جذب الاهتمام الاكاديمي ان في حد يهتم بيها اصلا. اللي يشتم يشتم، احنا مالنا يعني؟ هنجيب ناس ونحطهم تحت ضغط عشان يخرج عن شعوره ويشتم؟ مش حلوة. لكن بيقول طبيب الاعصاب بروكا، من الصعب وضع شخص في التصوير بالرنين المغناطيسي ونقول له اشتم كده، مش هتيجي، لان ده باختصار سب مش عفوي، فالاعصاب مش هتتاثر بالكلام. بيقول لك لازم يكون الكلام بالسياق العاطفي. واحد اكتشف ان مراته بتخونه، واحد اكتشف ان المحفظه بتاعته ضاعت، واحد حصل له اي حاجه فجاه فيخرج عن شعور. اسلحه لفظيه في دراسات السبابين. لكن في سنه 1991 في واحد اخذ جائزه نوبل لكن في الحماقه. انت متخيل جائزة نوبل للحماقة العلمية؟ من هنا قرر احد اساتذة الامراض العصبية انه يعمل دراسة، طالما الموضوع فيه فلوس فهناخد جائزة نوبل. وكان اول واحد يعمل دراسة بعنوان نقص حس الالم عن طريق السب، دراسة من اغرب الدراسات اللي حصلت في تاريخ البشرية. لكن اللي اغرب منها هي النتائج بتاعتها. جابوا 253 مشارك بالغ وتم اختيارهم بشكل ملائم من بعض الدول واغلبهم من باكستان، وكانوا عبارة عن 98 راجل و155 ست. وطبعا الدراسة قائمة على اعتقاد ان السب والشتم يساعد معظم الناس على تحمل الالم بشكل افضل من خلال اثارة استجابة عاطفية من المتكلم. وبيقول لك ان العدوان او الغضب بيتحول لحاجة كده اسمها التسكين الناجم عن الاجهاد. لكن لاحظ معايا ان تشخيص كل الاشخاص المشاركين على انهم مرضى نفسيين، واتقسموا الفريقين اتنين من خلال اختبار صغير كده. الفريق الاول المتمسك بقيم ومبادئ الديانة اللي هو بيعتقد بيها، الفريق الثاني غير
غير مهتم بالجانب الديني ومنهم اللاديني، ودول كانوا حوالي 19 شخص تلحود يعني. واحد هيقول لي ايه شكل الاختبار اللي هيعملوه يا بحبح؟ هو ملوش علاقه بالفيديو، لكن هقوله لك عشان تفهم وجهه نظر الدراسه اللي هتتعمل. كل مشارك لوحده محدش بيشوفه غير القائمين على الدراسه، بيخلوه يحط حاجه كده شبه البيضه داخل جهاز شبيه الميكروويف كده، بحيث ان هو يدخل البيضه دي جوه الجهاز بطريقه معقده جدا جدا جدا، وفهموه ان هي ممكن يحصل لها عمليه تشقق وبكده تبقى انت نجحت، لكن ما عرفوهوش ان اي غلط هتقوم بيه هيحصل عمليه انفجار للبيضه وهتعمل صوت مزعج. وطبعا 100% من المشاركين محدش هيعرف يتخطى هذا الاختبار الا وهيحصل فيه المقلب ده. واللي اكتشفوه اثناء الاختبار الاخير للمشاركين ان كل اللي اتخذ الصمت كرد فعل عند الغضب كان نسبه ارتفاع الادرينالين اعلى في الجسم من اللي استخدم السب كرد فعل له. والغريب بقى ان واحد من اللي استخدموا الصمت اثناء الغضب كان من الناس اللي ليها معتقد ديني، قال لهم جمله رهيبه لما سالوه انت ليه استخدمت الصمت لما اتحطيت تحت ضغط، بيقول ليس ضعفا مني ولكن انتظرت المكافاه الالهيه كتعويض عن الاذى، مع ان السب برضه كان سبب في تخفيف الالم بنسبه معينه، وده اللي استخدمه كل الاشخاص اللادينيين والغير متمسكين بالقيم والمبادئ للديانه بتاعتهم. هنا نعرف ان السب كان متعلق بمرض نفسي، وهو ضعف القدره على التحمل وعدم وجود ثقه بان الاله سيعوضك عن الاذى اللي انت تعرضت له. تعال مثلا نشوف بعض الناس اللي تعرضوا الاذى في ايامنا دي. عندك مثلا اخواتنا في فلسطين، في كل الحالات وبرغم اللي بيحصل لهم كانت ردة الفعل هو عدم السب، لكن الجميع كان بيتلفظ بكلمات تفويض الامر للخالق، بعكس مثلا اللي حصل في بعض الدول الاجنبيه. عند ما بيحصل حاجه مشابهه لكده بيكون التفويض على طول للسان البذيء ومحاوله اخذ الحق بالسب وإهانة رموز الطرف الآخر لما يتضايق من حد ويحب يأذيه، زي اللي حصل مع الرسام الدنماركي في ردة فعله لما عرف إن الإسلام بيزيد بطريقة رهيبة في الدنمارك، وباعتراف أسرته إنه مات بعد عناء من المرض اللي بدأ بالمرض النفسي. بالرغم من كل اللي قلته لك ده والدراسات، إلا إن كل ده غير واضح للعلماء اللي عملوا الدراسات إزاي السب يحدث تأثير اللي تم وصفه على إنه بيخفف الألم. وطبعا ما عملوش دراسة على تخفيف الألم عن طريق الإيمان بالمكافأة الإلهية اللي الراجل قال عليها. تقول لي ليه؟ أقول لك ليه. باختصار لأن ده بيخالف القيم والمبادئ والدين اللي تربى عليها القائمين على الدراسة، وإن هم أصلا بيعتقدوا إن السب أصلا من صفات معتقده. فقالوا خلينا نشوف إزاي السب بيخفف الألم وبعدين نبقى نشوف الموضوع التاني ده. بدأ الباحثون في جامعة كيل البريطانية بعمل عدد كبير من التجارب الأولية لدراسة خصائص التسكين للسب. قام واحد من الباحثين بنشر مقالة في تقرير العلوم العصبية بعنوان السب كرد فعل للألم، والغريب ان تم نشره باللغة العربية اكتر من اللغة الام للي نشر الدراسة اصلا. بيقولك بقى انهم وجدوا ان بعض الاشخاص يقدروا يخلوا ايديهم في مية متلجة مدة اطول اذا استخدموا السب والشتم، مقارنة باشخاص تانيين حاطين ايديهم في التل وبيقولوا كلام عادي يعني. والاشخاص اللي كانوا بيشتموا بيقولك ان هم كان شعورهم بالألم اقل من الاشخاص التانيين. هو بينصح مجتمعه ان اي حد يتعرض لحاجه انه يسب، ما هو طبعا بيدعو الى القيم والمبادئ اللي هو بيعتقد بيها، ما هو لو قال عكس كده يبقى حاجه تانية. وقعد عمك ستيفنس ده ينشر مقالات كتير ودراسات كتير تحت عنوان السب كرد فعل للالم وتاثير السب اليومي، ده عايزك تسب كل يوم كمان. في سنة 2011 خرج واحد تاني نشر دراسة تانية ووضح ان الاشخاص اللي استخدموا السب بشكل يومي مفيش حاجة اتحسنت في قدرة تحمل الالم، تقريبا كده الناس دي كانت بتضحك علينا. لا، ما هو انت مش فاهم نظرية ستيفنز اصلا، هي ان الارتباط العاطفي للشخص بالشتائم يؤثر على العلاج النفسي، بمعنى ان هو بيكون مريض نفسي وبيحاول يعالج نفسه بالشتائم. اذا يبقى من تشخيص المرض النفسي الشتائم كرد فعل عن الاذى، يقصد ان ندرة استخدام الكلمات البذيئة بتحط قيمة عاطفية أعلى عند التلفظ التلقائي فقط، لكن بنسبة صغيرة. لكن مش هيقولك على النظرية التلقائية الإيمانية اللي يخليك تستخدمها كل يوم عادي، ما احنا بنتأذى كل يوم وبنسكت وده مش ضعف مننا، لكن انتظار المكافأة الإلهية. المهم انهم عملوا التجارب دي على شاشة التلفزيون في برنامج حلقات مدمرو الخرافات، وطبعا على اعتقادهم الإيماني النتائج طلعت صح، وان الشتايم بتخفف الألم. واللي اغرب من ده ان الفريق اللي عمل الدراسة الأصلية خد جائزة نوبل للحماقة سنة 2010، وتقدر تبحث عنها وتشوف الحماقة براحتك. يخلص الموضوع على كده؟ لا طبعا. في 2017 شوية باحثون في جامعة ماسي قالوا اشمعنى احنا ما نعملش أبحاث زيهم ونكسب السنة دي ونتفوق على أولاد
نعتذر. المهم كانوا عايزين يوصلوا هل السب اللفظي بيخفف الالم ولا لا، ولا هم كانوا بيشتغلوهم عشان يطبق مبادئ وقيم معتقدات فريق البحث باستخدام طريقه مشابهه زي اللي استخدمها ستيفز واصحابه. عرفوا الناس ان الذكرى المؤلمه عاطفيا اصبحت اقل ايلاما بعد السب، يعني في ذكرى وفاه حد انت بتحبه روح عند قبره واقعد اشتم، مش هتحس بالم اثناء الحزن. طالما انت مش عايز تحزن افتكرته ليه اصلا؟ لا معلش، اصل انا بحب افتكره عشان احزن فاقوم اشتم فاقوم انسى. يا حلاوه. كشفت بقى النتائج ان المشاركين في الدراسه اظهروا قوه بدنيه اعلى على الدرجات الكهربائيه وقبضه يد اقوى لما قاموا بالسب والشتم. لكن عمك ستيفنز في كلمته الاخيره للجامعه البريطانيه للعلوم النفسيه وقال لك ايه؟ نحن نعلم من ابحاثنا السابقه ان السب يجعل الانسان اكثر قدره على تحمل الالم، وهناك سبب محتمل وحط تحت محتمل دي 300 خط عشان هنحتاجها كمان شويه، وهو ان السب يحفز الجهاز العصبي السمبثاوي للجسم، وهذا الجهاز هو يجعل قلب الانسان ينبض بشده عند الشعور بالخطر، وان السباب شكل من اشكال اللغه المتعلقه بالمشاعر. ركز معايا. لكن هذه مجرد تكهنات في الوقت الراهن، يعني كانوا بيشتغلونا، يعني كلها طلعت تخمينات وليست دراسات صحيحة. لكن لو رجعنا لورا شوية هنفتكر كلام الراجل اللي كان بيقول ليس ضعفا مني وإنما انتظرت المكافأة الإلهية كتعويض عن الأذى. هتكتشف حاجة مهمة جدا، إن الصمت مع اعتقاد إن هذا الأذى مقدر وإنك مأجور عليه أكيد هتفرز مادة السيروتونين اللي بتساعد على ضبط الانتباه والسلوك ودرجة حرارة الجسم، فبالتالي مفيش ألم هيحصل بما إن الأذى اللي حصل بيكون أذى لفظي. وبكده تكون عرفت إن اللي بيستخدم السب كرد فعل للألم أو الأذى تشخيصه إيه. برافو عليك. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، وسؤال حلقة النهارده من داخل الفيديو للناس اللي بحبها وصلت لآخر الفيديو، هي الدكتورة اللي وشوشت في ودن المزارع كان اسمها إيه؟ اكتبها لي في تعليق، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن تكتب لي في التعليقات تحب الفيديو الجاي يكون عن إيه. أنا بحبكم في الله، سلام. السلام عليكم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع.